الفيديوهات بتاعتي ما فيهاش قيود ما من قيود وبالرغم من كده القناه بتاعتي ما اتقبلتش او القناه بتاعتي كانت محققه ربح والربح توقف طب ما هو ما فيش قيود مش معنى ان الفيديو ما فيهوش قيود يبقى انت كده المحتوى بتاعك حصري ممكن عادي جدا الفيديو يكون ما من قيود ويكون المحتوى معاد استخدامه ما من قيود يعني ما فيش حد عمل مطالبه بحقوق الطبع والنشر على الفيديو عن طريق أداة الكونتنت اي دي اللي شرحناها في الفيديو اللي قبل اللي فات تقريبا أداة الكونتنت اي دي دي أداة مفعلة عند بعض الناس لشركات التلفزيون لشركات الانتاج للناس الموسيقيين للناس المغنيين وهكذا لو انت أخدت جزء من عندهم اوتوماتيك كده النظام بشكل اوتوماتيك بيقول لك ما من بيقول في قيود مفروضه يا اما بيحظر الفيديو يا اما بيشارك الارباح او يا اما بيتتبع الاحصائيات، لكن افرض انت أخذت حاجه موجود على الفيسبوك موجود على التيك توك موجود على اليوتيوب نفسه ولكن الحاجه ديت اللي انت خدتها الفيديو اللي انت خدته او الاغنيه اللي انت خدتها او ايا كان الحاجه اللي انت خدتها صاحبها معندوش اداه الكونتنت اي دي فبالتالي النظام مش هيكتشف ان انت اخدت حاجه فمش هيجيب لك مطالبه ولكن في نظام تاني تمام موجود في اليوتيوب بيكتشف المحتوى المعاد استخدامه يعني انت جيت اخدت حاجه من عندي ونشرتها عندك، انا ما عنديش كونتنت اي دي، فالنظام مش هيكتشف بشكل تلقائي ان انت اخدت حاجه من عندي، وهيقول لك ما من قيود مفروضه، ولكن في نفس الوقت كل فتره كده النظام بيلف على القنوات، لو انت عندك محتوى مش بتاعك بكثره، يعني انت لو خ... واخد مثلا خمس ست عشر فيديوهات من عندي، ونظام اليوتيوب اكتشف كده هيوقف على قناتك الربح، طب لو انت اصلا ما قدمتش القناه للمراجعه، القناه بتترفض وخاصة لو انت واخد فيديوهات من عند حد والفيديوهات دي خدت مشاهدات عالية بيبتدي انت بتنبه انظمة اليوتيوب بيشوفوا الفيديو ده بتاع مين هل الفيديو ده حصري ملوش مثيل على اليوتيوب او على المنصات التانية يعني الفكرة برضو لو انت خدت من على التيك توك لو انت خدت من على الانستجرام لو انت خدت من, خدت من على الفيسبوك برضو اليوتيوب بيكتشف مع الوقت ان المحتوى ده معاد استخدامه في ناس تانية بتستخدمه غير يا جماعة الكونتنت اي دي غير كده انت ممكن برضو ما يجيلكش قيود وما يجيلكش مطالبة ولكن انا يا اما بالصدفة يا اما عن طريق اداة حقوق الطبع والنشر اكتشفت ان انت واخد فيديو من عندي فانا ممكن اعمل لك ابلاغ والابلاغ ده هيجيب لك انذار يعني انتهاك بحقوق الطبع والنشر مش مجرد مطالبة فاللي انا عايز اقوله واوضحه لحضراتكم ان مش معنى ان انت الفيديوهات بتاعتك معلهاش قيود يبقى انت كده في السليم. لو انت بتنزل فيديوهات حصريه، انت اللي مصورها بنفسك، مش لازم تظهر، ولكن مثلا بنشوف الناس اللي بتعمل اشغال يدويه، الناس اللي بتعمل محتوى طبخ، الناس اللي بتعمل وصفات وحاجات زي كده، مش بتظهر، ولكن هما ماسكين الموبايل بتاعهم وبيصوروا محتوى حصري، لكن ما جيبش ما جيبش صور من على جوجل واركب عليها صوت واقول ده محتوى حصري. ممكن لو القناه على ربح الدنيا بتعدي ومحدش بيكتشف الموضوع ده والدنيا بتمشي والقناه بتفضل مفعله ربح انما انت لو دخلت على المراجعه وصوت وعليه صور بس للاسف اللي يعني هنقول 90% بترفض لكن في بيتقبل بتبقى على حسب رؤيه المراجع ممكن انت تستخدم صوت وعليه صور وتتقبل ولكن دي انا شفتها بنسبه 10% لكن ال 90% بيقول محتوى معاد استخدامه فلازم تصور تصوير حصري مش لازم تظهر بتمنى ان يكون الفكرة وصلت لحضراتكم ولو في اي سؤال او استفسار سيبوه في التعليقات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لايك سلام